طبعا الاخبار النهارده شغاله على فكره الوفود او ما يعرف بكسر الحصار على بورسعيد. هذا الحصار الذي بدا يظهر عقب حادث المجزره التي حدثت في استاد بورسعيد استاد المصري في لقاء الاهلي والمصري البورسعيدي ومقتل اكثر من 70 اهلاوي. بدات عمليه عدم سفر بعض المصري القاهريين او بعض المحافظات الاخرى تحت بند ان ربما يحدث مشاكل بين المواطنين من المحافظات الاخرى ومواطني بورسعيد. وده طبعا جزء من المؤامره التي بدات في عقب الماتش او بعد اطلاق الحكم صفاره انتهاء المباراه. بدات الاحداث اعتقد ان احداث ما زالت مستمره حتى الان. انا اعتقد ان فكره كسر الحصار يعني تعبير غير موفق تماما، ربما لاني يعني بيفكرنا بالحصار على غزه والحصار على الضفه الغربيه والحصار على رام الله والمناطق في دوله اسرائيل، واحنا مش في اسرائيل ومش في احتلال. هو اللي بيحصل ان بعض المواطنين بداوا يعني يتخوفوا من فكره الصدام مع الشعب البورسعيدي فقلت الحركة شوية. لكن فكرة الحصار أنا أعتقد أن الكلمة نفسها غير موفقة بالمرة تماما، ربما تكون كلمة صحفية لكن توابعها ليست خطيرة. فبورسعيد ليست في إسرائيل والشعوب في المحافظات ليسوا يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي أنا بقول أن احنا بنعيد فكرة الأمان مرة أخرى لبورسعيد بين الشعب البورسعيدي والمواطنين في المحافظات الأخرى، بتبقى أكثر دقة من فكرة الحصار. لأن الحصار كما قلت يعني أن هناك احتلال وأن هناك من يحاصره. هي ربما زي ما بقول لك التخوف الشعبي من السفر إلى محافظة بورسعيد كان وراء عدم سفر عدد كثير من المواطنين إليها. لكن بكل الحالات احنا بنرحب بفكرة الوفود التي بدأت ببعض الحركات الشبابية وبعض الفنانين في الذهاب إلى بورسعيد للتضامن مع الشعب البورسعيدي اللي بدأ يرفع شعار أن ما حدث كان مؤامرة موجهة ليس فقط للشعب البورسعيدي ولكن لكل المصريين. بدأت بوفد من الفنانين أول امبارح، استمرت أعتقد النهاردة في وفود من حرية والعدالة، حزب الحرية والعدالة أكبر حزب سياسي موجود على الساحة الآن. وفود بدأت من كافة محافظات مصر، أعتقد أن الوفد لن يقل عن 10,000 مواطن سواء أعضاء في الحزب أو من المواطنين العاديين الذين حتى ليس لهم أي انتماء سياسي، بزعم أو تحت بند فك الحصار. وأنا بقول ليس فك الحصار ولكن تضامنا مع الشعب البورسعيدي.